نعم. وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول وأنه لم يشبه بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. فأنت إذا قلت للمبتدع اتق الله هذه بدعة تمسك بالسنة، قال المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، تمسك بالسنة في خلاف؟ إيه عندهم فيه خلافه. يقول لو كان التمسك بالسنة واجبا لما خالفه فلان وفلان وفلان من العلماء. المبتدعة فيهم علماء لكن يؤخذ بقولهم، وهم مبتدعة ما يؤخذ بقولهم ولو كانوا علماء. نعم.